هل أنت ضد أم مع عودة فوزي بنقمرة إلى المزود؟ لا ما عنديش عليه يدخل المزود من أساس ولاك أبو؟ مش مدخله ولا حقوش متتفل حتى مش يعود يرجع حقوش ما عندوش بلاستو أصلاً في المزود؟ عليش؟ بيرد سيرد ماست لاست أبو؟ كما تم عمل كارير في المزود وعمل غنيه كيف مرشة عملوا كاريرات ما بيرد سيرد ماست لاست شو؟ فوزي بن قبل والله ما شنو اللي شنية اللي فيه ما يخليه دخيل على المزود ولا متتفل ولا معتدي ولا كيما برشا يعني ما يمشيو يتعلطوا على الشيء اللي مش متاحهم ولا حقهمش يكونوا فيه كيما برشا ميادين فما برشا ميادين هكا مش كان ميدان موسيقى واضح. في البانتور فما الحكايه دي في كل شيء في النحت فما الحكايه دي السينما فما الحكايه هل انت ضد ام مع هل انت ضد ام مع بطاقه جلب ضد المنصف المرزوقي الرئيس السابق مع بطاقة جلب ضد المنصف المرزوقي علاش خايم وعميل وبطاقة جلب حتى لو كان ما تتنفذش ولكن مش تقعد له مرسوم على وجهه بطاقة جلب ما حد يعتدي على تونس كما عمل المنصف اعتدى علينا بالقديه المنصف المرزوقي هو رئيس اعتدى علينا وحتى بعد ما غادر الرئاسة اعتدى علينا الحق اعتدى علينا بالقديه هذاك لا سماح للرباح هذاك يتعاقب ولا سماح للرباح رجل غنوشي لا رجل غنوشي تغفر له الحلقات الدينية اللي كان يعملها كل يوم تقريبا في جمع سبحان الله وفي غير وطيبته وقتها وتفانيه مع الناس يعني يغفر له المجهود هذاك تمدح في المجهود هذاك المجهود هذاك ينجم يغفر له اليوم خاطر ما نجموش ننكر عليه كل شيء انه هو ما هوش رجل الدولة صحيح انه هو ما يفهمش في بنيان المجتمعات وفي التقدم وفي تنمية شعبه ويخلق ما يفهمش بها هذه ما هيش ناس كل تعرف تقدر مثلا هذه هو ما يعرفش يقدر ما يفهمش بها منصف المرزوق خاطر ما يفهمش بها نذبحوها منصف المرزوق برشا الرئيس ما يفهمش وما ذبحناهمش والرئيس منصف المرزوقي علاش هذه كل القسوة في الحكم عليه منصف المرزوقي ما عنده حتى مزية على شعب تونس عمره ما ضحى بحاجة كان مناضل ضد الدكتاتورية لا مناضل لديكتاتورية لا مناضل لحد شيء مناضل لمدى جنوة مناضل لمدى كان مهجر كان تشنية الحكاية دي هو وتريفي وغير وكلاك كل وكلاك فارق كبير يبدي مني بدي بدي يزيب ربي وقت لي انت ساكت وقت لي انت ساكت وخايف وربما جبان ثم ناس كانت شجعان في مواجهة الاستبداد ولا الظلم ولا الديكتاتورية ولا الخروج على القانون ولا ثم اللي انت تشوفه ديكتاتورية وانا نشوفه لا ذاك مسألة أخرى وما تشوفهاش شجاعة ذاك أما كي نشوف ديكتاتورية عمري ما صار ديكتاتورية وما جيت زد عمره وما جاء ظلم قدامي ما كانش فما ظلم كنتش ما كنتش ما كانش فما ظلم دوم كان فما في حاجات كانت فما أخطاء صارت أخطاء صارت أخطاء ولكن ظلم بالبشاعة اللي معناتها يحبوا يسوقوا لها الجميع ذوما متاع آخر سمسارة الحقوق وسمسارة العقايد ولا وسمسارة النضالات اللي سمسروا بورقيبة واللي سمسروا بالمرأة واللي سمسروا بالدين واللي سمسروا بحقوق الإنسان والتسمسير هذي الكل زايد كلاب فارغ حتى التسمسير بالوطنية والأغاني الوطنية والواحد هذي كلها كلاب فارغ يعني يقول ولد أحمد يقول الوطنية مؤامرة جغرافية ضد تراب الأرض وبحارها مؤامرة جغرافية يعتبرها الوطنية اللي قاعدين يسوقوا فيها نحكيوا عليها مش يحكي عن الوطنية الوطنية كما
يقدموا فيها مؤامرة جغرافية فقط. آخر سؤال في الفقرة هذية. الوطن أي هما الناس هما الوطن. الوطن مو جغرافيا. بالله باش نسألك سؤال جاوبني باختصار شديد. وطن شعب. أي سمعت بالفوف علي صاير على هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر، المطرب هاني شاكر ضد ما يسمى مطربي المهرجانات، عمرو كمال، حمو بيكا، حسن شاكوش، عرفتهم هذوما الشلة، محمد رمضان منحهم من الغناء، أصدر قرار بمنحهم من الغناء إلى الأبد. فايل الأبد برشة كلام فارغ. هذا كلام تاع واحد كلام وسع هذا شيء إلى الأبد. من حقه أنه يكون وصية على الذوق العام من واجبه.